السلام عليكم حبيباتي، كداري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي يكون فيديو نتاع المشتريات ديالي اللي خديتهم من المغرب. بغيت نشارك معكم يعني الاستفاده، الواحد يستافد. ونبداو على بركه الله بلا ما نطول عليكم. اول حاجه البنات خديت هذا البريريت، وراه كبيره البنات، هذا كيدير 90 درهم. ها هو وريكم، راه كيهز كبير عندي، مي ما عنديش كبير كاع قد هكا. زوين تاع اينوكس، انا على هذا الشكل. كاين بزاف تاع الشكلات وانا بغيت واحد كبير. انتوما قولوا لي كي جاكم، واش زوين ولا لا. وخديت هادو، هادو عجبوني بزاف، خديتهم من كاريفور، كانوا دايرينهم في كاريفور. هكا الطويجنات صغيرين، نديرو فيهم الزيت او العسل، كونفيتور يعني نتوما اللي بغيتو، الزيتون. خديت جوج، كانوا دايرين فيهم 10 دراهم او 11 درهم، والله ما بقيت عاقله. زوينين عجبوني. عندي نتاع فحال الفخار جوج، وعجبوني هذا الشكل، عجبني. قولوا نتوما واش زوينين ولا لا. خديت منهم جوجات، وراهم بهم بالقفزه ديالهم، يعني الواحد اللي يجيبهم لهنايا ما غادي يتهرسوا ما حتى شي حاجه، كيكونوا هكا في القفزه ديالهم. خديت منهم حتى هادو جوجات، خديت هذا وخديت هادي، كيجيو هكا جوجات. والثمن جد مناسب، يعني ما غاليينش وزوينين هكا، يحطو في الحطه يجيو زوينين. وخديت هذا مبخره، هكا كانت خاصه اني مبخره، خديتها في هذا الشكل، هي زوينه عجبتني بزاف. يعني شي حاجه مغربيه تاع الصح. كيعجبني هاد الديكور هكا يكون ماروكين. اش خديت اخر؟ خديت اتاي، ضروري ما نمشي للبلاد ناخد اتاي، هما كيبيعوا عندنا اتاي. خديت غير جوج، ما خديتش بزاف حيت كيتباع عندنا، عندنا العرب اللي يبيعوا اتاي، يبيعوا حتى الحوايج. وخديت هاد بركوكش، هذا قال لك مفتول باليد، كيعجبني بركوكش تاع اليد. خديت كيلو، نحطهم هنا البنات باش ندير معاكم نوريكم. غادي نوريكم حتى هذه، خديتهم كاريفور، فيها ثلاثة، حتى هي 10 دراهم او 11 درهم. ولا ديروا فيها عطريه، ديروا فيها شي حاجه بحال هكا كونفيتور، يعني بلا ما تحطوا في الطبسي، غير تحلو وتحطوا من بعد تردوا في الثلاجه. ديروا فيها زويتينات، يعني اي حاجه كيصلاح. وخديتهم هكا عجبوني، والثمن كما قلت لكم رخاصي، خديت غير ثلاثه حيت تقل عليا، ما هزيتش يعني بزاف تاع الحوايج اللي ثقال. خديت منهم جوجات بهذا الشكل وبهذا الشكل، كيديروا يمكن شي 3000 الوحده. خديت جوجات البنات، خديت الحنه هذه نتاع النقش، غير باش ننقش لبنياتي هادي. وخديت حاجه اخرى نتاع الحنه، حتى من بعد غادي نلقاها، ها هي هنايا هذاك اللصقه، يعني الواحد اللي ما يعرفش ينقش يدير غير هاد اللصقه، يمكن كدير شي 5 دراهم هادي، حيت هادي ما كنلقاهاش هنايا، لا هي ولا الحنه تاع النقش. فيهم يعني بزاف، الوحده يمكن 5 دراهم او 6 دراهم. خديت منهم جوجات، وخديت الثومه الحمراء، ضروري الثومه الحمراء اللي راها هنا، راها تبان لكم، نديرها في شي بوكال ونديرها في الثلاجه، ما تخسر ما حتى شي حاجه، يعني نفكوها نديروها هكا حبيبات حبيبات، ما نقشروهاش، غير نفكوها ونديروها في بوكال ونديروها في الثلاجه، ما تخسر ما حتى شي حاجه. خديت هادو نتاع الطاجين، حيت هذيك اللي عندي شويه تصدات لي، خديت هذه راها ثقيله،
خديت هادو النكهات، هادي نتاع فاني، وحده نتاع السيترون. يمكن ما بقيت عاقله، يمكن نتاع السيترون كيديروا يمكن 5 دراهم هادو. وخديت هادو، هادو لقيتهم يمكن في مرجان، هكا نديرو هكا صابلي للوليدات الصغار في الزانيفيرسير، زوينين يعجبوني. هذا يمكن شي 10 دراهم. وخديت فلون، كيعجبني هذا فيه النكهات. خديت جوجات، كل واحدة فيها 4. وخديت هادو، هذا نتاع لاكلاص، هذا ما عندناش هنايا، عيط نقلب عليه عند العرب ما كنلقاهش. خديت واحدة، وخديت واحدة هذه نتاع لاموس حتى هي فاني. وخديت كريم شونتي حتى هي نتاع البلاد، 3 البواط اللي خديتهم. خديت هذه نتاع الخبز او الحرشه، حيت ما عنديش فاش، دائما كنلقى يعني صعوبه فاش نقلب الحرشه. خديت هذه، باقي جبتها الطبيكه تاع نسيتها، راه زوينه هذه، كيديروا شي 300 ولا 260 ولا بحال هكا. وخديت كنور طارو وريما كنور ما ناخذوها. خديت هذه نتاع البكري، هذه عندنا هنايا موجوده. خديت هذه نتاع السمن، كتجي في الطعام تجي زوينه بزاف هذه. خديت هذه نتاع زعفران شعره وحده. وخديت هذه نتاع البكري، تا هما نتاع البكري بجوج. خديت حاجه حاجه من الحاجه، وحده وحده من الحاجه. وخديت هنايا هذا الصابون، هذا قال لك زوين مولاه، قال لي زوين تصبني به الكسوه نتاع الوليدات الصغار، ما تجيهم لا حساسيه لا حكه لا حتى شي حاجه. هذا قال لي راهو رائع، سميتو الرغوه، خديت منه جوجات، هذا وهذا. الثمن ما بقيتش عاقله البنات شحال الثمن. وخديت هذا ومعق، هذا نتاع الوجه قال لي، ما بقيتش عاقله نتاع زيت الزيتون بالزيتون. وخديت البنات هذه غير تاع الوجه حتى هي زوينه صابون الحجره. وخديت هذه صابون القطران والكبريت قال لك رائع، الحب الشباب كتصلاح والاكزيما والصدفيه. ها هي انا مره مره كيخرج لي الحب هكا، يعني هكا واحد الحبيبه حبيبه حبيبه هنايا، وكنت نغسل بيها ونشوف. انا عندي وجهي حساس بزاف، يعني خاصني غير هاد صابون نصليب هكا، صابون الحجره ولا يعني صابون عادي اللي ما فيش الريحه. وخديت هادي، هادو راهم غوتا غوت، راه معروفه في البلاد. خديت جوج، عرفتو ديرو غير قطيرات كيدير الريحه، وتقدروا ديروه مع الماء، وتقدروا ديروه هكا غير في القنوت. هادشي اللي قالت لي هذيك اللي خديت عليها، كيدير 260 لواحد. صحابي البلاد راهم عارفين الثمن ديالو، غير بالنسبه لي هنايا الناس اللي هنا اللي ما يعرفوش. هذا بحال ديال من تاع بحال العود، بحال زوينه هذه، راح تعجبتني نقاتني. وهذا يمكن تاع الورد، تا هو زوينه ريحته. وخديت الزيوت، خديت الزيوت بزاف. هذا الجليسيرين خديت واحد، وخديت هذا جاني القمح، هذا خديت منه جوج. هذا حتى هذا كيعاودوا عليه زوين بزاف، وبيو كاتبين فيه بيو. خديت هذا زيت السمسم وحده، وخديت زيت الحلبه هي وحده، ويمكن كيديروا 10 دراهم الوحده. وخديت هذا زيت الصبار حتى هو كاع مكتوب فيهم بيو. وهذا هذا زيت الكاليبتوس حتى هو زوين بزاف، سيرتو من يكون هكا الكريب وهداك الشيء، ديريه هكا في مبخره وتخليه باش يعني باش ما يتعداوش الوليدات الصغار، باش ما يتعداش واحد يعدي واحد. انا كندير له هكا، انا كنديرو في هذاك الديفيزور ونخليه يطلق. وهذا العكر الفاسي ها هو، تاهو يمكن 10 دراهم. وخديت ماء الورد
هذه قريعة فيها بزاف، وخديت زيت العود، ها هو زيت العود، هذا هو لا مارك الزوينه نتاع البلاد، هي هذه واتسوس، وراه شي مخطره كيبيعوها هنا في كاريفور، ولكن ماشي الفغي. هذيك خديجه خديت منها انت هنا تاع كاريفور، ماشي زينه نهائيا، هذه نتاع البلاد هي اللي زينه. خديت غير من السيوترو، درتها في واحد لافاليز، ومن السيوترو اخرى درتها في فاليز اخرى، صافا ما قالوليش عليها، فوتتهم. وخديت البنات هذا نتاع البخور، خديتو مع المبخرة يعني هكا باش نديرو في الدار. وكاين حتى هذا بحال الفحم، ماما ميرسي، هذا بحال الفحم باش يشعل. وهذا غادي نوريكم من الداخل كي داير، ها شتو كي داير، دار كان هكا عويدات صغيورين، قال لي زوين زعما ريحتو زوينه، عجبك ريحتو زوينه، ماشي هذاك البخور اللي مجهد، ماشي يعني زوينه الريحه ديالو. وهذا حتى هذا فيه الاخر نتاع لوغونج، حتى هو فيه ريحه. وخديت المسك، زوين هذا المسك، وكي كيدير يتحل، ما بغاش يتحل لي مغريله، وانا كنحاول معاه ما بغاش، المهم ريحتو زوينه راكو تعرفوا المسك. خديت هذا، خديت هاد نتاع البرارد، نتاع البراد يعني باش نهزو فيها البراد، وهاد نحطوها تحت البراد، كيديرو 5 دراهم هادو. وخديت هاد المعلقات نتاع الخشب الحريرة، زوينين هادو، هادو يمكن تا هما كل وحدة كدير 5 دراهم، مزيانين هادو نشربو فيهم الحريرة. وخديت هاد البلاطويات، كيجيو على هاد الشكل، زوينين هاكا نديرو فيهم الكاطو الحلوة ديالنا، سيرتو في العيد، العيد كيعجبني هكا نحط هنايا، صافا ما تكرفصوليش، درتهم في لافاليز، صافا ما تكرفصوليش، بقاو هما هما، كيديرو يمكن 10 دراهم هادو. وخديت هنايا هادي الزميطة، هادي الزميطة نتاع كيقولو لها تاع المرمز، ولا والله ما عقلت، زوينة بزاف كيما شتو، عرفتوا الريحه ديالها ما نقولكمش واعره. خديت غير نص كيلو على حساب الثقله، هذاك الشيء ما بغيتش ناخذ بزاف، وهذا كران ضروري من نمشي انايا للبلاد خصني ضروري نجيب كران، خديت عاد باقي لي وزدت واحد شويه. خديت هادو عجبوني بزاف، ونظيمات هكا نديرهم في الثلاجه، نديرو فيهم مطيشه وكلشي. خديت 3 هادو، راه هما الكبار، كاين الكبار كاين اللي شويه صغار عليهم، يعني يكونوا شويه مضيقين عليهم، ما يكونوش واسعين بحال هكا. هما انا خديتهم 260، ومن بعد لقيت واحد كيبيعهم غير ب10 دراهم. وهنايا خديت العطريه، يمكن لا، هذا باش نديرو مسمن نتاع القمح، هذا القمح مطحون، هذا الوالده اللي عطاتوني ما شريتوش، هذا كيجي واعر في القمح، في المسمن البنات، كيجي رائع وصحي، شي حاجه اللي صحيه يجي فن، هذيك هي عطاتوني. هنايا البنات خديت العطريه شويه شويه من الحاجه، بحال هذه الفلفله حمراء، وهنايا شويه الخرقوم عاد باقي لي صغر شويه، وهذا سكنجبير، وهذه فلفله كحله حتى هي راه عندي خديتي شويه، وهذه الكرويه ما كنلقاوهاش هنايا، خديت منها حتى هي، يعني هكا تجي في الحريره، تجي زوينه بزاف في الحريره. وخديت البنات هادو تحت الثلاجه، من غسلوا الثلاجه نغلفوا بهم الثلاجه، زوينين يديروا غير 5 دراهم، عجبوني. حنا ما عندناش هنايا، يعني هكا باش نيفيتيو انها تخرط وداك الشيء، خديت منهم جوجات، كاين بزاف ديال الاشكال. خديت هادو ما بقاوش 5 دراهم الوحده. وخديت هذا حتى هو منظم، عجبني بزاف، نديروه تحت هكا لافابو، نديرو فيه هكا قريعات، يعني هكا لي برودوي هكا يهز لنا، راه كبير يدير 260 هذا، عجبني بزاف وخديته. وهذه هكا بليغه هكا نتاع البنتي. وخديت التمر، هذه راه فيها 2 كيلو، ويعني حاجه زوينه، انا دقت منها
تبارك الله، راه كاين حتى العبار، ولكن انايا بغيت ناخذ يعني حاجه بقادتها باش تبقى لي يعني هكا مع الباجاج والطريق وكلشي باش ما تضيعليش، وما مدود ما حتى شي حاجه زوين، يعني حاجه زوينه كدير 12000 فيها 2 كيلو. اولا البنات هاد هما المشتريات ديالي، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا هكا معايا كي جاتكم المشتريات ديالي وزوينين ولا لا. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليوا لي لايك، ونقول لكم حبيباتي تبقاو على خير. الفيديو المجيد ان شاء الله في امان الله وحفظه.